حديقة أمي شوف فيها قوانين جلسة أمي. هي تجلس كذا تتركة وأنا أجلس هنا وأتركة نصير نسولف وجيهنا البعض. فهمت شنو الطريقة؟ إحنا مو نفس الناس، لا أمي غير شوي. أو تي تي قاعد أحس فيك شوي. صدق؟ إي والله قلت شوي أحس شوي ما يخالف. شو الحديقة الحلوة؟ الحمد لله رب العالمين. ترى ما قلت شيء، قاعد أقول إن الشجر حقها أشوى. زين شجر أمي. شجر يا لا لا ممتاز والله. ولا الجلسة ما تكلمت فيها؟ الجلسة بلاي ما حطتها كراسي حقتها الجلسة هذه. إيه في جلسة ثانية؟ لا في كراسي نفس الجلسة. ما يخالف يلا خلنا نقعد. أحبيلك. هلا يا هلا. جلسة هي. يا رب لك الحمد. يبغالنا الحين قصة. ذيك القصة اللي تخن خنين. إي والله لك ساعة. والله. من زمان والناس يقولون وين أمك؟ وين بنلقى هالقصة فيه؟ لا وين أمك؟ وراها تتغلى وراها لا بعد. لا عاد ما أنا لا والله. والله أنا يقولون الكلام ده. والله ما أنا بتغلى. حتى عادة. قلت لهم لا لا تشيلون هم تراها شوي يعني شايفة نفسها. لا ما أمسخ تعبانة. إي والله تعبانة. يا ويلك من الله أنا في إنفلونزا. أنا عاديت أمي صراحة. إي والله. جبت فيها العيد. إي والله. وأنا آسف جدا. يا رب لك الحمد أبد طيبين لا حمد. وش القصة اللي قلنا عنها اللي عندي القصة بعطيك إياها بس أعطيني إياها أنت فاضي؟ أنا فاضي أنا مرة ماذا؟ خلي غدا هاي ما يخالف أنا بتقهوى اسمعيني بتقهوى الحين إيه؟ إذا خلصت متقهوي وسمعنا السالفة بتغدى قولي لي إياها بس أبشر حقت الأوليد هذا واحد هذا طبعا أمي قالت لي القصة هذا واحد يعني خلنا أقولها لكم بشكل بسيط أيام الجوع إيه أيام الجوع أيام إن الواحد ما يلقى شيء يحطه في يعني يموتون الناس من الجوع سبحان يموتون الله. وذا الحرمة أصبري الحرمة كان عمر الولد 9 سنين أيوة وعطته هالرجاجين إيه قالت أبا أنا أخاف أموت من الجوع هذه أمه وخذ هالولد معكم خذ الله يرزقه شيء بس ياكله بس حلو عمر تعطيهم وياهم ويمشون هم وياهم يمشون يبي وين يبروحوا للبصرة هو هم وهالوليد حلو ويمشون جاء ماتوا من الجوع جاهم الجوع وتعبوا وجاءوا يناظرون ذا الوليد ودهم ياكلونه هذا للمجموعة الناس المجموعة اللي معروف يناظرون الولد الصغير يبي ياكلونه اي ياكلون انسان اجل جوع صد ما هو بلعب ويناظرون ويمشون وكل واحد يقول لا بتغدينا نلقى لا ابد صبروا ما احنا باكلينه هالحين يتلهون عنه يوم يقولك ويمشون وهم يتلهون عنه ما ودهم ياكلونه عشان مأمنين اياه امانه اي صح اكيد يوم لا اله الا الله يمشون يلقون لهم سلبه ومع عياله اي ويقومون ياخذون عياله كلهم ويطبخونهم ياكلون لا يمه الا السالفه خربت ما تخرب صدق يمه السالفه خربت خربت بس هذا صدق صاير اي يوم الاولين يوم الناس ميتين من الجوع يا الله وياكلون اهل سليبات ويمشون وكملوا ما جاهم الموت ها ما ماتوا لا ما ماتوا ما يموتون المهم مشوا إيه؟ مشوا لما وصلوا البصرة حلو يوم وصلوا البصرة أيوة وما يجون ويصلون ما جو عطوها الرجال أيوة قالوا بفلوس لا أبد باكله بس ياكل بس يعني بس ياخذ الولد اي بس يخليه يشغله ويعطيه شين ياكله يشغله ويعطيه شين ياكله خلاص بس هي الله ايوه المهم انه راح قال الرجال مش انت تعرف زين قال اكلشنا زين ايه قال احطك مزرعه قال حطني مزرعه وازينه لك مرة. وكم عمر ذا الولد 9 سنين 9 سنين 9 مره يعني طفل ايه من اول ما هو بطفل ابو 9 سنين ايه المهم انه راح حطه بهالمزرعه قال ناظر جيراني هذا ولا وذا ولا وذا ولا كلهم ناظر مزارعهم يعني هذا هذه مزرعته اي قال ناظر ذا المزارع اللي حولي نحتاج اكرح لم اذا لقيته فيه انشغل رح لم اي
زين. ويشتغل ايه؟ أهل الرجال بن حلال قال تبي أعطيك يعني آجارك ايه؟ ولا وش ايه؟ اشتغل اشتغل شغلا جامد وشغله زين مرة حلو. يوم تم 12 سنة هذا منه أنت يا الوليد قال أنا أبروح لأمي زين أكود يلقى أمي حيه ولا شيء أنا بروح لأمي بعد 3 سنين بعد يمكن 3 سنين تقريبا ايه بغى الرجعة قال بعطيك أنا بعطيك حقك أنا جامع لك عرقك جامع له رواتبه رواتبه وهو شو الرواتب ما بشيء بس ابن حلال ويخاف الله وقال أبد أبعطيك حقك بس ما بيك تروح لحالك على رجليك لا أديره أبعطيك عرقك واركب مع الحم دول القافلة هذه اركب معه يركب مع حملة والحملة هذه يعني مجموعة ناس ويمشون مع بعض للسعودية ايه وما يجي من العراق للسعودية من العراق للسعودية بران يوم من أولي ما احنا زفلت ولا شيء المهم يوم انه جاي بيركب معهم قال ابك القيمة ولا نص اجاره او اكثر نص حلالك كله ايه قال لا لا انا ما انا برايح معه ما انا بروح على رجلين الحالي مع ذولا بمسك الجد هو مشى 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 وجل ليل مريانا طبيعي ومعه القريشات متحزمن عليها حاط حزام وحاط القروش فيه اي ويجونه ذاك الحنشل ويتلبونه ويفكون حقه وياخذون خذوهن كله خذوهن ولا ريال رجع ولا هلله ويرجع الرجال وقال والله يا عمي انا حلالي راح ولا انا برايح قال وشلون رجع راعي المزرعه اي قال وشلون قال خلاص راح ابقعد قال ما هو برايح ان شاء الله ويجمع الناس اللي حوله وربعه واللي هم مشتغلين عندهم قال الولد هذه قصته هذه قصته يلا تقاطونه يا سلام ويتقاطونه ويعطونه حقه عطوه حقه مره ثانيه مره ثانيه ايوه يوم عطوه حقه وما قال ولا تروح انا اللي بشيلك انا اللي بركبك الحمله راح المزرعه راح المزرعه صادق اي ويروح ركبه في الحمله ويجي ولهم متجمعين يركبون بالحمله ايه ومناظر الرجاجين اللي بيركبون معهم قال هذا اللي اخذنا الحزام اوه يقولوا شافوا عرفوا قال هذا اللي اخذنا الحزام هو يدوله وقوموا عليهم وكبشوا عليه وكان بيركب معهم يروح السعودية يبي يروحون يبي يركبون معه ايوه قال ترى هذول اللي ياخذين الحزام انا شايف ما اعرفه ويمسكونهم ايوه ويلقون الحزام معهم كفو وياخذون حزامه كافو. ويعطون اياه ويعطون هالقروش اللي اشتغل عند اللي تقاطوا له ذولا لا لا اي والله يعني صارت ايش سكت صارت دبل دبل ها المهم انه ركب معهم وراح ركب مع حملة ثانية ولا نفس الحملة وراح ايه معه حملة يعني ما حد قال له شيء ايه ويروح ويوم جاء ويلقى ما يبتو كفو اخ اسلم يمه شفت اخر شيء ايه يوم صار شاف امه راح وشاف امه ايه واستانس وانبسط وقعد هو امه وكيف مرة وهو من اول يبي يوكل اي والله شفت الدنيا رجع السعوديه وزي المزرعه مره وهم من اول بياكلون اللي معه فانتبه على نفسك انت الايام ذي لا ياكلك اللي معك لا يا ناكلك حنا صادقه تونا اسولف انا امي اقول لها يا اخي البزنس اليومين صعب انا قاعد اسولف انا اياها اقول لها البزنس اليومين صعب الناس يعني يلا تلقى لك الشريك يلا تلقى لك شريك كفو عشان تدخل معه يعني كأنك بتتزوج مو بتشارك واحد بزنس فعطتني أم القصة هذه بحكمة ايه شوفوا شلون صار الا والله صدق صراحة الواحد على ما قال الدنيا يختار الشخص اللي ينفع معه اللي ينفع واللي كفو واللي يخاف الله اي والله اهم شيء اللي يخاف الله